أطفالي الحلوين، نحن عم نسمع الحروف القائدة. هذه هي الحروف القائدة: دال، ذال، راء، زاي، واو، آ. هذه قائدة لأنها لا تحب أن تأتي بعدها حروف تمسك بها، تحب أن تمسك فقط من يد واحدة. لنرى، حرف الدال هنا يمد يده للحرف الذي قبله، لكن بعده لا يوجد حرف يمسك به، ترفع يدها إلى أعلى. وهنا أيضا حرف الذال، لا تحب أن تمسك حرفا بعدها، تأتي بعدها حروف كثيرة لكن دون أن تمد يدها، تمسك فقط الحرف الذي قبلها. حرف الراء كذلك، تمسك الحرف الذي قبلها لكن لا تمسك بعدها. حرف الزاي أيضا، تمسك قبلها لا تمسك بعدها، يعني لا نستطيع أن نكتب هنا مثلا آ، تمسك فيها، لا تستطيع، تكتب منفصلة لوحدها. حرف الواو هنا، واو، وهذه أيضا واو متصلة، تمسك حرفا قبلها لا تمسك بعدها. وحرف الآ، الآ تأتي منفصلة أو تأتي متصلة بحرف قبلها، إذا مسكت من هنا تصبح لام، سنميزها أكثر عندما نأخذ حرف اللام. لكن هل الآن حرف الآ من الحروف القائدة التي تمسك الحرف الذي قبلها لا تمسك بعدها. أحبكم.